ايه يا اختي، ها اساس رايحين على الساحل. منيح اللي رحنا على السوق، تسلينا اكثر. انبسطت انك غيرتي رايك. صحيح ان احنا دفعنا كل شيء معنا واشترينا شغلات ما لها داعي، بس انا مو ندمانه على شيء. لا تندمي اختي، طلعي. دائما بالسوق في قانون مشهور اسمه تدوير الاموال، كل شيء اشتريناه رح يرجع لنا مع الوقت ارباح مضاعفه، وخصوصي المكنه المتنوعه. او حبيبتي ما رح نلحق، رح يوقفوا الناس بالدور عليها، صدقيني. ما بيهمني اذا رح يوقفوا او ما يوقفوا، المهم يكون حلال علينا يا جوليندام. ما حدا راح واخذ معه شيء من هالدنيا يعني. لا شو ها، عم يفتحوا محل مزيف باسمنا ومستخدمين اسمك كمان. خلينا نحط الاغراض بالمحل وبعدين مندق لاصحابين المحل ومنقدم اعتراض عليهم. يفتحوا محل مزيف قد ما بدهم جوليندام، طالما سر الكباب بس معنا نحنا فما عنا منافسين. اختي سلطانة، استني سلطانة. انتي متأكدة انه ما حدا بيعرف سر الكباب؟ انتبهي، أكبر مشكلة بعصرنا هلأ هي سرقة الأفكار. الموضوع عندي، لا تقلقي يا ابنة. شو هاد؟ البيت صار موحش وكئيب بغيابه. وين راح؟ دقيت له كتير بس ما رد. يا بنت ليكي، معقولة تكون أسومان استغلت وحدته وحركشته ورجعت تحكي معه؟ معقول؟ لك لا، مستحيل هالشي. هو راح بس ليشتغل. أساساً فرات مو بس هرب من أمي، هرب من الكل يعني. بس ده وين راح يا ترى؟ أوف فرات. أخي؟ هذا أنت ميرزا؟ مساء الخير. آخ ميرزا، معقولة جاية بهالعتمة بهاليوم الخطير وبهذا الوقت؟ فكرناك فرات. شو أعمل؟ سلطانة دقت لي وقالت لي إنه في غراض بدنا ننقله، وهيك ودقيت لأرجين كمان، هو على الطريق جاي. لا، شو بدها تنقل هلا؟ أمي؟ ميرزا، تعال لهون ابني، والكل يجي كمان. شو هذا ماما؟ شو هاد يعني؟ مو شايفه؟ اختي سلطانة تغيرت كتير اليوم، والصبح صرفت كل مصاريها وهلأ رجعت عصبت. مو معقول، كأنه عم تحذف فرات من ذاكرتها. ميرزا ليش واقف صافين؟ نزل هالغراض لتحت يلا. بس يعني لوين أنا بدي أخدها؟ ما بعرف، فهميني. خدا محل ما بده يضل رفيقك قاعد. ايه هي اغراضه. ماما بكفي، لازم تسيطري على حالك، ما في داعي لتتصرفي بهالقساوي هي. شو صار لك اختي؟ انا حاسه انه تصرفاتك غريبه شوي، يعني لازم نعيش الحياه بشكل مبسط. الصبح كنتي مع احلاكي يا اختي، مبسوطه وما نهمك اي شيء. فيك ترجعي هيك سيفيل؟ لا دقيقه، رح يصير يلي بقوله، فهمتوا؟ اسم هالصبي ما عاد ينذكر بهالبيت مرة تانية.